اللي عايز برضه اتكلم كمان، امبارح كان في قرعه كاس افريقيا، بطوله كاس افريقيا لابطال الدوري، وحظي حلو انا كمان وحظ المغاربه جميل، عشان نشوف يعني نقول ايه يعني وجبه كرويه دسمه ما بين الكبيرين الاهلي المصري وشقيقه، أكره هو شقيقه الرجاء البديع بجمهوره البديع. أنا شخصيا طبعا رجاوي منذ أنا بصراحة أقول يعني ممكن أنا حظي حلو إن الأهلي هيلعب مع الرجاء، لأن أنا رجاوي ويعجبني كثيرا كثير جدا جدا أهزيج الجمهور المغربي في عمومه، كان بقى الرجاوي كان يعني ودادي كان طنجاوي كان مراكش، لهم أهزيج بديعة، وإن كانت تعبر هذه الأهزيج تعبر عن مدى الحرية، أكررت الحرية التي نعيشها في المغرب، وأيضا رسالات فنية جميلة يقدمها هؤلاء الشباب. فإن شاء الله تعالى موعدنا في هذا الشهر لوجبة كروية في القاهرة، وأيضا أخرى إن شاء الله هنا في ضيافة الرجاء إن شاء الله تعالى يوم تقريبا 27 أو 28 من الشهر الحالي. أتمنى طبعا الفوز للأفضل، واللي ينتقل إلى يعني النهائيات فبطبيعة الحال سنشجعه، لكن أنا في انتظار هذا اللقاء بالفعل، لأني متشوق جدا للرجاء. الأهلي صحيح صعد بصعوبة بالغة لهذه الأدوار، لكن الرجاء ما شاء الله حقق تقريبا العلامة شبه الكاملة وحقق رقم قياسي من النقاط 16 نقطة في التصفيات. إذا إن شاء الله تعالى نرى مباراتين طريقين بالكبيرين، النادي الأهلي المصري وأيضا شقيقه نادي الرجاء البيضاوي. أشكركم وكل عام وأنتم بخير وأمن وسلام. وبهذه المناسبة ونحن في شهر رمضان ونحن في ليلة إن شاء الله بعد ساعات بليلة الجمعة، أسأل الله عز وجل أن يحفظ ملك هذه البلاد ويديم عليه عافيته ويحفظ أمن الشعب المغربي، وأيضا يرزقه من حيث لا يحتسب. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.